On the roof! Surprise, motherfucker! السلام عليكم. سامسونج مستمرة بحربها الضروز ضد الشركات الصينية من هواوي وأوبو وشاومي، وتوجه أجهزتها وعتادها بالكامل حتى تنافس تليفونات الصينيين كل الفئات السعرية وبكل نقطة على وجه الأرض، وتحديدا الهند والصين اللي بيهم أكثر من 40% من سكان الأرض، وغالبيتهم يحبون الأجهزة الرخيصة لأن معدل القدرة الشرائية ودخل الفرد السنوي هو الأقل بالعالم كله، وهي بداية النص الثاني من هاي السنة، وبالتزامن ويا أزمة هواوي سامسونج فتحت النار بكل الاتجاهات وغيرت سياستها بالأجهزة الرخيصة والمتوسطة، وخصوصا عائلة أجهزة الأي اللي سامسونج وسعتها حتى تشمل أجهزة من الأي 10 إلى الأي 80، لكن بدأت تسريبات بكل أنحاء الإنترنت عن عملاق وقائد هاي الفئة وهو الأي 90، اللي إذا صحت هاي التسريبات يعني سامسونج بدت ولأول مرة تخلي عائلة الأي تنافس الكبار وتقلص الفرق بينه وبين عائلة الأس والنوت. مرحبا وياكم حسن من قناة تيك تايم، وحلقتنا اليوم عن القائد الجديد الجالكسي اي 90، ظلوا يانا. ما تسرب عن تصميم الاي 90 يبشر بخير. سامسونج وحسب التسريبات راح تستمر بسياسة الهيكل الزجاجي من الأمام والخلف، لكن شاشة الاي 90 راح تصير فلات مو منحنية مثل عائلة الأس، وحافات الشاشة راح تكون نحيفة جدا. أما إطار التليفون فهو من الألمنيوم، وهذا راح يصير أسهل بالمسكة من الحافات المنحنية بعائلة الأس. أكبر صدمة بتسريبات الاي 90 هي العتاد، وتسرب من الحجي وصديق برنامجنا الدائم الآيس يونيفيرس انه العتاد يا حبايبي كالآتي: المعالج هو الاقوى بعالم الاندرويد، كوالكوم سناب دراجون 855 معمارية 7 نانومتر. اي اصدقائي، ال 855 مو غيره، يعني نفس معالج الاستين والاستين بلس، فهذا يعطيك احسن اداء من تليفون اندرويد تقدر تشتري. واخوته اسعارهم تبدي من 700 دولار بالنسبة لعائلة سامسونج، خصوصا نسخ ال 5G. انتبهوا احبائي، انا دا احكي عن نسخة 5G، وهاي لأول مرة سامسونج تسويها بالأي اللي دائما تخلي بمعالجات وسط ومواصفات أقل من الأس، بس هالمرة غير لأن تليفون إجابي أقوى معالج وفوقها 5G وسعر المفروض جوا 500 دولار. وسبب هاي الحركة هو مواجهة الأجهزة الصينية الرخيصة اللي بيها نفس المعالج مثل الكي 20 برو من شاومي والبلاك شارك 2 وغيرها هواية من الأجهزة اللي أسعارها ما تعبر ال 400 دولار وبيها أفضل معالج. ومو بس لهنا، ال A90 الرام بي 6 أو 8 جيجا، والذاكرة تبدي 64 وتصعد لل 256 عدا الذاكرة الخارجية. معالج رسوميات هو الأفضل، الأدرينو 640، وهذا أحدث وأقوى معالج رسوميات بالأندرويد، فأداء تليفونك راح يصير من العيار الأقوى وراسه براس الآيفون والأس والون بلس وغيرها من تليفونات الأندرويد الغالية. آخر شيء، راح تصير عندنا نسختين مثل ما قلت لكم، نسخة 4G LTE مواصفات أقل، ونسخة أغلى هي 5G، وهاي نسختين راح تفرق بالرام والذاكرة الأساسية وطبعا بالسعر. وهاي مال 5G غريبة لأن أول مرة تسويها شركة وتخلي مودم 5G بجهاز فئة متوسطة رسمي، لا سوتها لا هواوي ولا شاومي ولا أي شركة ثانية، وهذا حسب المحللين والمراقبين صار من وراء ما شافت سامسونج المبيعات المخيفة مال الأستين نسخة الـ5G بكوريا اللي باع 1,000,000 نسخة من الأستين بلس لحظة إطلاقه، وهذا شجع سامسونج تنقل هاي الخاصية لأجهزة الفئة المتوسطة. وهاي النسخة إذا كان سعرها وحسب التوقعات جوا 500 دولار فراح يسكت هواية هواية أجهزة فرحانة فيكة الـ5G، وخلى أسعار أجهزتها فوق 700 دولار، وهذا يخلي سامسونج الخيار الأفضل لهواية مستخدمين يردون 5G على قد الميزانية. أول مفاجأة عن هذا التليفون أنه شاشته راح تكون عملاقة بحجم 6.75 انج من نوع السوبر أموليد وبدقة الكواد HD، يعني بالضبط مثل الأس، عند 1440x2340 بيكسل، وبكثافة بيكسلات ممتازة عند 420 بيكسل لكل انج. ومثل ما قلت لكم راح تكون الشاشة فلات بدون انحناء، فهاي حتصير مريحة أكثر وحوافها نحيفة جداً
بس مو مثل عائلة الأس. وأيضا ما يميز هذا التليفون أنه ما بي أي نوتش أو قطع وتصير الشاشة كاملة، والسبب أوضح لكم إياه من نوصل للكاميرا إن شاء الله. أيضا سامسونج مستمرة باستعمال البصمة المدمجة بالشاشة، وهنا التسريبات متضاربة، ناس تقول بصمة سونارية مثل الأس 10 وناس تقول بصمة ضوئية مثل الأي 70، وأني أتمنى تصير سونارية لأن أحدث وأسرع وأأمن. التخمين المنطقي يقول أنه سامسونج راح تستعمل البصمة الضوئية حتى تقلل أولا من السعر، وهمين تفرق بين أجهزة الأس والأي. الغريب هنا أنه سامسونج راح تستعمل طبقة حماية من نوع كورنينج غوريلا جلاس 3 للواجهة الأمامية، وكورنينج غوريلا جلاس 6 للواجهة الخلفية. أنا ما أعرف سامسونج شقد عندها مخزون من الكورنينج غوريلا جلاس 3 اللي إذا تستعملها بكل عائلة الأي ومو غيرها تحديدا. أغلب التوقعات تشير أنه البطارية راح تكون بحجم 3700 ملي أمبير، أما أنا فأتوقع 4000 ملي أمبير، وخصوصا نسخة الـ 5G. ومو بس هاي، شحن سريع بقوة شفناها هواية بأجهزة سامسونج عند الـ 25 واط، يعني بالضبط نفس الـ A70. وأكو كلام عن شحن سريع مثل ما متوقعين للنوتين بقوة 45 واط، بس هذا مستبعد لأن قلت لكم سامسونج تخلي أفضل التكنولوجيا دائما للنوت ومن ثم غير أجهزة. أيضا مدخل الشحن هو من نوع USB Type-C. كل النسخ مال الـ A90 تجي بثلاث كاميرات رئيسية بقوة 45 ميجا بيكسل بمتحسس من سامسونج هو الأحدث، لكن فرق بين نسخة الـ 4G والـ 5G هو بالعدسات الثانوية. يعني الـ 4G راح يكون بكاميرا ألترا وايد أو واسعة قوة 12 ميجا بيكسل، والثالثة تليفوتو الزوم مالتها 2X قوة 5 ميجا بيكسل. أما نسخة الـ 5G فراح تجي بكاميرا ألترا وايد 8 ميجا بيكسل بمتحسس أقوى من الـ 4G، وتليفوتو كاميرا 3X وقوة قوة 5 ميجا بيكسل أيضا. مو بس هذا المهم، الأهم أنه ماكو كاميرا سيلفي مثل ما قلت لكم، وماكو أي نوتش وقطع بالشاشة، لأن سامسونج خلت لثلاث كاميرات موتورايز أو متحركة تنبثق وتنقلب من الظهر للوجه خلال ثانية ونص، وهذا راح ينطيك أرقى سيلفيات، لأن عدسة السيلفي راح تصير عندك بقوة 45 ميجا بيكسل، وتخيلوا جمال الصور اللي راح تأخذها بالتليفون. عائلة الأي وخصوصا الأي 90 راح يكون راس الحربة بهجوم سامسونج متعدد الجبهات على أسواق الصين والهند، وبهاي السياسة سامسونج حققت أرقام خرافية لنصف السنة الماضية، ونجاح سياسة سامسونج وحنكتها وخبرتها وأزمة العم ترامبوية الصين وهواوي اللي كشف ظهر الصينيين وخلب توازنهم وتفوقهم بهاي الأسواق وأكثر من اللي كانوا متوقعين. هذا كله نطل أفضلية سامسونج وحرية الحركة بهاي الأسواق. أتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيديو ونشوفكم على خير إن شاء الله. في أمان الله.